السلام عليكم. الاسانسير بايظ ورجعنا لزمان، ننزل على السلالم. طيب هنزل بس المكتب اغير هدومي والبس اليونيفورم الازرق، والنهارده بقى هنعمل وجبات عشان بابا قام بالسلامه. بس النهارده بقى ايه؟ في المطبخ تحت، مش عارف في الشقه فوق، مفيش بهدله تاني في الشقه، هنعمل تحت. انا جايبه بصراحه فراخ من امبارح بالليل وديتها للشيف اللي بيجي بالليل، قلت له اسلقها لي. واحنا بقى هنشوف النهارده هنعمل ايه، نشوف مين اصلا. بس اكيد اللي هيبقوا معانا انا من عيله للشيف عماد محمد اخويا، وعامل الشربيني كمان وزيكا. انا بقى هنزل ايه، البس فورمة ازرقه في المكتب تحت عشان النجار بيجيبهم يحطهم في المكتب تحت، وبعد كده ننزل ايه نروح المطعم. دي الصلصه بتاعت الفراخ، حطيت فيها ايه يا عماد بقى؟ صلصه الفراخ حط لها ملح وفلفل وروزماري وزعتر وزيت وكمون وكزبره بس، وبنضربها. لا مفيش اي حاجه تانيه، والله بس، ونجلس بيها الفراخ تمام، وبندخلها الفرن. نجلس دي بلغه الشيف عماد، اما بلغه صدفه جد لايه الفرخه. او نعمل لها مساج. مساج الخير والله، مساج. تعالى اعمل تقلب، تعالى حبيبي تعالى اعمل سكيلاب سايد. يلا اه عمري الشربين اهو، المفروض انت تقل معايا المكرونه. الفراخ يا شيف حسن طلعها لنا، سلقها لنا بالليل وخدها لي الصبح. ماشي. دي فراخ في المنيو اسمها ايه؟ لا دي مش تبع المنيو، تبعنا احنا. مش فاكره بالمنيو خالص. شوف حسن جبتها له بالليل، سلقها لنا. ايوه يا زيكا يا زيكا يا زيكا. ما نشوفهم في الصاج الاول. الفوت شريف بتاعت العيال التوتو، انما احنا بنحطها كده ونفضها كده اهو. بس هات صاج عشان نحط فيها مكان. جبت الصاج يا حماده؟ ايوه. لا بس الصلصه شكلها كده يفتح النفس. جميله. لا جميله و... لا تسلم ف... تسلم ايدك كمان. بصي الامانه فعلا طالما احنا بنعمل الحاجه بمرضى الله وانها طالعه لله، فلازم الحاجه تطلع تيست وطعم وريحه. بس بعد كده اكيد انك بتبقى في البيت عندك. ايوه. السلام ورحمه الله وبركاته. ضن ايوه الفراخ بقى دي هتطلع لونها ذهبي كده ومشويه بطريقه جميله قوي، ريحتها بقى تبقى عاليه جدا تستعجل. الروزماري والزعتر. الروزماري الريحه المعطره. الروزماري والزعتر والحبهان والزبيب كل ده ريحه معطره. ايوه. ماشي. يعني بص حته الفراخ، بص شكلها عامل ده لما تسوي بقى هتبقى احلى من كده وريحتها تبقى عاليه. لا بس شكلها حلو. طبعا. التتبيله اللي موجوده جميله جدا. هنا نعمل الصلصة. بسم الله. زيت يسخن شوية. بسم الله. وبقى الصلصة على مية. لسه مفروم كده بس. تظهر بس صلصه ايه؟ مكرونه. جميله. عامله ازاي؟ حلوه قوي. عالميه. واحلى حاجه انها بصلصه. ده وده. اه طماطم وصلصه حلو. بقى الصلصه الاول.
محشي الكرنب الصبح معاك. اول ما تغلي هنا وانا حاطين الطماطم اللي انا مصفياها برده، طماطم مغرومه في الخلاط. يغلوا بس الاول غلوه مع بعض. يلا يا طوما خلصتي؟ تعال خش على الثلاجه. انا معانا الشيف زيكا ماسك النقلاء الزهرية ويصفي المكرونة نركز اهو. بص يا معلم صبر. بصوا الطماطم، بصوا بقى جنبها ايه، بصوا جنبها بصوا الكروم. لا ايوه انا هقول لك الموضوع ده اللي انا معاك يا هنا. اه ده محطوط تحت الكروم جميل. ماشي ادوق كده الكروم ده. ناخد واحده كمان. بصوا الرز ده، بصوا يا جماعه كده اللون بتاعها، هي كده خلاص دخلت على السوا. ما تحط الصاج كده جنبها، هحط الصاج الثاني، بيبقى ده المنظر بتاعها وهي طالعه. الله عليك يا شيف عماد، الله عليك يا منى. سمنا شيفنا الله يعينك. في كام يا عماد؟ ملح، ملح، فلفل، مع بعض نسلق المكرونه كده. الفراخ في الفرن والصلصه جاهزه، نسلق المكرونه بقى. نحط المكرونه بقى. ده مفيش حاجه باينه من الدخان بجد والله. لما تسري هنولع هاد عشان تكون باين. بصوا بقى الصلصه وجمالها، نخلطها بقى مع المكرونه. الصلصه هات المكرونه يا شيف عماد. انا يا طول الرز باللبن اللي ورا ده. الطماطم لو مضرك ولا حاجه ما تبقاش فرق. الصلصه اهي. انا حشنا حبه مكرونه، خليه مميز الرز باللبن. بقول لك يا شباب الحلل دي بتاعتنا، هناخدها منك في رمضان. ايوه دي حلل المائده.
بصي انا اي حاجه بتاعت الله تلاقيني من هناك، بس المعده اكلها غير اكلكم خالص. راكب فيها احنا راكبين فيها بنعمل سمك يا باشا والنبي لو بتعملوا بنعمل سمك وكبده وسجق ولحمه وفراخ وكله، نعمل كل حاجه يا باشا، بنوزع حمام الصلاة على النبي، كل حاجه بنعملها. ايوه احنا مش عايزين نعمل حاجه. طب يا شيف عماد، يلا يا باشا اهو، يلا فين الاندومي؟ اندومي عاملين لزوم. ها لا كتير ايوه انا اللي احنا عملناه بعيد بس ما تقلبش تاني يا باشا عشان ما تتكسرش يا عسل. بس يا زيك بس وبعدين ده منظر طبعا ساعتك هو ايه ده ايه ده ايه ده ايه شوف صدفة يا شوف صدفة، ده عايزة خبرة. أبو أحمد هو اللي كان بيعبي، فركيني على جنب بقى. فاكر بس كفاش الفراخ رص ورا يا حبيبي. هي قفشة مقص واحدة عشان المكرونة الفراخ، عشان الفراخ عشان تقفل. يا زيكا عايزين نعمل فرح في المطبخ يا صدفة. يا برنس نعمل يا قلبي، نعمل يا قلبي. الله عليك يا عم، الله عليك يا عم، وتسلم ايديك. الله عليك يا حاج، تسلم ايدك يا محمود افندي. انا احط لك بوطه ظبطها يا محمود. الله عليك، خد خد نورك عليها عد عشان ما تتلحوس. ازيك يا بكار؟ انت ده في الايد هتتلحوس شادي. انا جاي حد طب خد كام راح فين؟ طب الاول ده ما تخلصش يا اسطى، لميت كام؟ لميت كتير. احنا كده خلصنا الوجبات النهارده، ونحب نقول لكم الشيف صدفه خلعت، ونقول لكم سلام عليكم. شيف زيكا كالعاده كالعاده كالعاده، انا ومحمود والشيف زيكا. الشيف زيكا الشيف زيكا بس ما هو على طول ان شاء الله. احنا في الوجبات دي ان شاء الله هتسيب شغلك يعني وتبقى معانا. اه والله اساسي انا.